أخبار اليوم. وكان لنا لقاء النهارده مع المهندس إيهاب الهيطة مدير المنتخب. بنرحب بحضرتك النهارده ببوابة أخبار اليوم. أهلا بيك يا فندم في مشروع الهدف 6 أكتوبر يا فندم. في البداية طبعا بنبارك لحضرتك تعيين حضرتك مدير للمنتخب، وكنت حابة إن حضرتك توصف لي بقى شعورك دلوقتي إيه؟ لا هو شعور طيب ان شاء الله، يمكن هي بس الواحد داخل على مباراتين صعبين جدا في وقت صعب جدا، في ثلاث ايام تلعب مباراتين خارج مصر في تشاد، وداخل حتى داخل مصر خارج القاهره، فدي كلها امور صعبه جدا طبعا على اللعيبه وعلى الجهاز الفني، لكن في امور اداريه كتير جدا بنحاول نخلصها النهارده، لكن ان شاء الله متفائلين، يعني ان شاء الله تكون بدايه المونديال ان شاء الله باذن الله. باشمهندس، يعني كل الناس نفسها تعرف ايه سر تعيين باشمهندس ايهاب الهيطه من قبل كابتن هاني ابو ريده، اول ما تم تعيينه اختار حضرتك على طول، فهل يا ترى في سر ده؟ مفيش اسرار، هو في سي في، يعني الحمد لله سي في موجوده، يعني يمكن برضو مش عايزين نتكلم، يمكن الموضوع ده مش وقتها دلوقتي، لكن برضو مع كابتن هاني ابو ريده احنا اشتغلنا بطوله عالم 2009، يعني بطولة عالم 2009 تحت 20 سنة، يعني دي تاني أكبر بطولة الفيفا بتنظمها، فدي كلها أمور كانت موجودة في مصر في 2009، راح كان مشارك فيها كنائب مدير البطولة، فأعتقد الواحد البطولة دي كلها نجحت الحمد لله، فبالتالي في علاقة طيبة مع كابتن هاني، علاقة طيبة في الشغل التعاون معاه، فبالتالي عشان كده تم الاختيار. يعني توقعات حضرتك للماتش إن شاء الله بكرة؟ يعني لا توقعات لازم نكسب ان شاء الله، يعني بس ربنا سهل طبعا، يمكن يعني كل واحد يبقى متحمس لاقول هذا الكلام، لكن من الناحيه الفنيه انا شايف ان هم قايمين بدور كويس، الجهاز الفني قايم بدور كويس، اللعيبه قايمه على دور كويس جدا، وربنا وفقهم ان شاء الله، كان ان شاء الله خير ان شاء الله. طيب هل يا ترى اثناء التدريب كان في معوقات او عقبات وقفت قدامنا يعني واحنا بنجهز المنتخب بتاعنا؟ لا المعوقات كل يوم المشاكل كل يوم، زي ما بقول لحضرتك انت في ظروف صعبه، في ترتيبات للسفر في وقت معين جدا، في حجز موضوع الطيران، دي كلها امور مع اللعيبه برضو بقى عندها بعض المشاكل من ناحيه التصاريح الجيش والحاجات دي كلها امور، هم في سن صعب جدا يعني، فبالتالي دي كلها امور صعبه عليك، الحمد لله الامور ماشيه على ما يرام ان شاء الله. بعيدا عن المنصب اللي حضرتك بتشغله حاليا بمنتهى الحياديه، ايه راي حضرتك في مستر كوبر؟ لا مستر كوبر مش انا برضه اللي اقول عليه، برضه هو موضوع السي في بتاعه اللي متقدم، السي في بتاعه اللي متقدم من ضمن السيفات اللي اتحاد الكوره كان بيبص عليها، لا خبره، وانتوا ان شاء الله ربنا يوفقكم، وبعد ما احنا اتكلمنا على راينا هي في الاخر النتيجه ايه؟ ما النتيجه ان شاء الله لو في صالحنا وبنكسب ان شاء الله طبعا خلاص، لا انا هتكلم ولا حضرتك هتتكلمي، فكل العالم كله كده، هي كوره كده، هي المدربين كده، مدرب كبير على مستوى عالي جدا ما توفقش تقول له شكرا مع السلامه وبيمشي، ومدرب تبقى على مستوى اقل بتدي يعني، فبالتالي احنا ان شاء الله متفائلين معاه، هو راجل اهم حاجه تبقى عارف ان هو راجل جاي يشتغل، دي نقطه مهمه جدا، راجل جاي يشتغل جاي، دي دوره، متحمس للبلد، عايز يعمل حاجه للبلد، دي كلها امور طبعا دي تديك احساس ان الامور كمدرب عاليه ان شاء الله. طب ومن موقع حضرتك القيادي ايه راي حضرتك وتقييمك لمنتخبنا حاليا، ويعني بشكل عام حضرتك شايف ايه؟ هو برضو من موقعي هكون متحمس ليه طبعا، هكون يعني طبعا لا هو التوليفه دي زي ما بيقولوا النهارده، في عندك جزء كبير جدا من المنتخب الاولمبي، عندك لعيبه كلهم صغيره، يمكن بعض الافراد هي بس اللي سنها شويه متقدم، لكن اغلب اللعيبه هو عايز يعمل الفكر ده، بيعمل السن يكون نزل بيه شويه جامد، فبالتالي الفرقه شباب متحمس محترم مع ناس اللعيبه عندها خبره كويس جدا، فربنا يوفقهم في الفتره اللي جايه ان شاء الله. الباشمهندس إيهاب الهيطة كان عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، فحصري بقى البوابة أخبار اليوم، هل تم بالفعل استقالة حضرتك ولا لسه ما زلت في عضو مجلس الإدارة؟ لا أنا ما استقلتش، أنا متواجد في اتحاد الكورة مع التواجد مع المنتخب، ما دي حاجة ما دي مالهاش علاقة بدي خالص، والأمور ماشية بالنسبة لي، الواحد بيدي دوره، واحد عايز يخدم البلد دي، والحمد لله الأمور ماشية كويس، ومفيش استقالة الحمد لله برضه. ويا ترى في تعاون موجود فعلا لما حضرتك مسكت المنتخب، حاسس ان في تعاون وفي روح تعاون ولا برضه لسه بنفتقد للقيمه دي؟ لا طبعا انت شايفه لما اكون معالي وزير الرياضه بيجي لنا، بيجي التمرين امبارح الناس كلها واقفه معاكي، وزاره الدفاع لو في اي مشاكل بالنسبه لتصريح الولاد ما بيتاخروش، كل الكلام ده ما بيتاخروش، ده تعاون، مش ده تعاون طيب جدا طبعا، وزاره الطيران متغالك مع الطياره، دي كلها بتديك احساس انك مش لوحدك، ان البلد كمان عايزه تفرح ان شاء الله. في تصريح لمستر كوبر امبارح في اخبار اليوم في الحوار المنشور، كان بيتكلم عن انه كان قلقان في البدايه
عن يعني وجوده في مصر نتيجه طبعا التصريحات الاعلاميه اللي هو سامعها او ما اعرفش عنها حاجه، فهل يا ترى الامن كان قايم بوجوده يعني بدوره في الفتره دي؟ هو الراجل اللي هو انا بقول لحضرتك، هو الراجل عايز يعمل حاجه للبلد، فازاي بقى قاعد قلقان وخايف وبتاع؟ لا الكلام ده مش موجود عنده. هو بيعمل دوره، راجل بيجي التمرين على طول، راجل ملتزم. انا مهما اتكلمت عليه انه هو فعلا هو كده، مش بقول شعارات ولا ببالغ ولا، لا هو الراجل فعلا محترم جدا. يعني النهاردة في اللقاء كذا حد سأله، ممكن أكون كنت واحدة منهم، النهاردة كنت بسأله هل هو يعني ليه دايما قلقان وليه دايما محسسنا بخوف، ليه مش بيطمنا؟ طبيعي، ما قالك انا مدرب محترف لازم يعمل كل مباراه يعملها حساب جدا، ما بيفرش مباراه صغيره كبيره، لازم يعمل حساباته لجميع المباريات. فبالتالي هو كمدرب محترف فاهم هذا الكلام، كان مش طبيعي مدرب في حجمه يقول لك والله لا المباراه دي سهله ان شاء الله هنكسب. مفيش مدربين بيقولوا هذا الكلام، فلازم يعمل حتى ما تنقلش الشعور ده للعيبه كمان. فبالتالي هو فاهم دوره كويس جدا وان شاء الله ربنا يوفقه. يعني ما بيأثرش سلبا على اللعيبه خالص. باشمهندس حضرتك اهلا بيك دايما، ضيف عزيز في بوابة اخبار اليوم، ومشكرك جدا. اهلا بيك، فهمت، شاكرين جدا على ذوق حضرتك.